برغم أهمية الحدث، ولكن الحدث الأكبر هو أنه هناك فريق وطني من الشباب بتوع وزارة البيئة اللي قدرنا أن احنا نشكلهم وندربهم بحيث يدرعوا الخبراء الحفريات اللي في العالم، ويقدروا أن هم يكتشفون الأثر ده ويكتشفون أثار جاية كتير. الجزء الثاني هو هذا الكشف، طبعا زي ما حضرتكم عارفين هو أكبر وأكمل يعني كامل عن الكشوفات اللي حصلت قبل كده، وعن الحوت اللي موجود واللي دلوقتي في مجامعة ميتشيغن بيتم تجميعه، لأنه حوت كامل، حوت كامل 18 متر في داخل جوفه أنواع من الحيوانات البحرية اللي كانت عايشة في هذه الفترة، له أطراف وبالتالي بيثبت أن هم كان فيه بيمشوا أن هم بر مائيين، وبيكمل حلقات مش موجودة في البحث العلمي وبيغير نظريات كتير في البحث العلمي، ثم أنه أساسا بيعرض لنا التغيرات المناخية وتأقلم الحوت والنباتات والحيوانات الأخرى كيف تأقلمت على تغيرات المناخ اللي كانت موجودة. زي ما سيادتك عارفين ده هذا كان العصر المطير، لم يكن هناك قطب شمالي أو قطب جنوبي، ولكن كانت الدنيا كلها تقريبا مية، كانت المية وصلت لحد هنا وابتدت تنحسر، فكيف تأقلمت هذه الأنواع عليها. هذا هو الحدث الأكبر اللي هيتحط إن شاء الله في المتحف اللي تم تصميمه وبناؤه واللي هنفتتحه في سبتمبر، ولكن هنتفقده الأسبوع الجاي. بدأ حضراتكم وسائل الإعلام أنها تنقل للشعب المصري وتشوف الكنوز اللي موجودة، زي ما مشاكل البيئة ممكن الناس تفتكرها بس مخلفات قمامة، ولكن في جزء آخر من البيئة نحن لا نعلم عنه شيء لأنه بعيد عن الأنظار، فواجب أن احنا نوري الجزء الآخر من بيئتنا المضيء اللي يحتاج الكشف والإبداع وإلى الحفاظ. القانون يا فندم احنا تمش تعديله، واحنا تم استبداله، هناك قانون جديد للمحميات الطبيعية يراعي التغيرات. القانون اللي فات كان اتعمل من 30 سنة، هناك تغيرات شديدة في هذا التخصص، ففي قانون جديد بإطار مؤسسي جديد. يعني إطار مؤسسي كيف تدار المحميات وما هي الصلاحيات لي، ناقشناه مع وزارة العدالة الانتقالية ومطلوب عرضه على مجلس الوزراء. المتحف معايا مكان لاستقبال الزوار شغال، المتحف معمول على أحسن الأسس، التصميم البيئي والمعمار البيئي واستخدام الطاقة الشمسية، مصمم بشكل يعني يذوب في الطبيعة. حضرتك ما تقدرش تعرفي المباني دي هي جبال أو هي متاحف زي ما حضرتكم شفتوا، بيورينا إمكانيات السياحة البيئية، لأن السياحة البيئية أنت هنا تستهدفي أنواع معينة من السياح بيدفعوا الدخل السياحي، والقدرة على انفاق السياحي عالية جدا، 400 و500 يورو في الليلة. كويس، لو كملناه بأنشطة أخرى للسياحة البيئية في منطقة وادي الريان المتاخمة لمنطقة وادي الحيتان، هيبقى عندنا حاجة متكاملة، سياحة بيئية متكاملة نقدر أن نجتذب إليها هواة الطبيعة، هواة مراقبة الطيور، هواة الحفريات والجيولوجيا، ونقدر كمان فرق البحث العلمي العالمي. تم تسجيل ان وادي الحيتان مسجل عند اليونسكو، كويس، وهو موقع في مسجل في اليونسكو.